كابتن مجدي، اعتقد انها هتبقى مواجهه حلوه ما بين سويسري مارسيل كولر المدير الفني للنادي الاهلي وفاندر بروك المدير الفني لنادي الوداد. يعني حتى تكتيكيا الاثنين ده عنده بيعمل تكتيك وده بيعمل تكتيك، عندهم حلول، حلولهم جاهزه، سيناريوهاتهم جاهزه. ما فيش مدرب خواجه خاصه في الحتتين دول، سويسرا وبلجيكا وهولندا المانيا، في العموم الاوروبي عموما يعني، والحتت دي خاصه، الا ما بيكون عامل سيناريو للمباراه وسيناريوهات بديله، لان بيبقوا عن طريق الخبرات كمان. بس كولر اكتر خبره في المباريات والمباريات كبيرة. الكبيره. نتيجه طبعا خبراته وسابق تجاربه الكبيره مع المنتخبات ومع الانديه الالمانيه والسويسريه. كولر عمل حاجه مهمه جدا في النادي الاهلي من ساعه ما جه، الا وهي انه رجع شخصيه النادي الاهلي القياديه دايما في المباريات، بحيث انه الفتره الاخرانيه قبل كولر كان النادي الاهلي زي ما كنا بنتكلم دلوقتي دايما سايب الاستحواذ وسايب 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 وسايب، مع ان مش دي شخصيتنا، مش هي دي شخصيه النادي الاهلي ابدا. اوكي، وعنده السكواد اللي يقدر يشتغل بيه، زي ما لسه بقول لك اهو، في اي وقت النادي الاهلي اي 11 او اي 18 يبقوا موجودين، عايزهم يعملوا ايه هيعملوه، دفاعين او هجوميا، عايزهم يعملوا ايه هيعملوه، ما فيش مشكله خالص. هو كان الموضوع كله بس شويه وقت، اللي هو حصل الدروب اللي حصل في الاول ده، دي كانت مرحله انتقاليه ما بين فكر اوكي مختلف، اللي حصل فيها بقى الدروبات اللي حصلت في الاول، اول فتره كولر دي. انما انا بعد تقريبا 3 اسابيع او 4 اسابيع كنت شايف ان كولر هيعمل، وكنت متوقع ان في بعض اللعيبه اللي هم مستمرين او بياخدوا فترات طويله الفتره اللي فاتت هيقعدوا، لان كنت شايف الاسلوب بتاع شغله في الضغط والضغط السريع وسرعه الاستخلاص بتاع الكوره. حضرتك معجب بيه من بدري، يعني من المره اللي فاتت. من بدري قوي. نعم، من بدري قوي. فدي رجعها في النادي. شوف انت النهارده النادي الاهلي بياخد الكوره، بيعمل الاستحواذ بتاعه او بيعمل اعاده الاستحواذ بتاعته بعد ما بيفقد الكوره بقد ايه؟ مفيش ثواني، قليله جدا، وبيرجع ياخد الكوره تاني. فده مهم جدا. وده ليه بعض يعني في بعض اللعيبه ما يقدروش يشتغلوه، في بعض اللعيبه ما يقدروش يشتغلوه. عشان كده حضرتك توقعت ساعتها، انا فاكر الحلقه دي برضو، توقعت ساعتها كانت لسه في بدايات كولر. بالظبط كده. وحصل اللي حصل، وبياخدوا بقى دلوقتي، بداوا لما اقل بدات شويه دلوقتي يرجعوا تاني يخشوا في الصوره تاني بعد ما استوعبوا. بس ده طبيعي. طبعا طبيعي. ده طبعا طبيعي. ده طبيعي، ما لانه زي ما حضرتك قلت، احنا سكواد النادي الاهلي الحقيقه يعني معمول بحرفيه شديده جدا تخليك سواء دفاعيا او هجوميا زي ما حضرتك قلت يعمل فين امتى، يعمل فين وامتى وازاي، زي ما هو عاوز. اي حد اي حاجه عايزها تتعمل له. وانس بس ان هو خلاص دلوقتي عدى مرحله ان ايه، يعني انا شايف دلوقتي ان كولر لو قال نعمل هيتعمل خلاص. ليه؟ لانه عدى مرحله التعليم والتحفيز، ودلوقتي داخلين في المرحله الاليه. يبص إيه، واحد يبقى واحد معروف هيتعمل ايه، أوكي. اثنين معروف اثنين هيتعمل ايه. واعتقد ان ده بينه وبين اللعيبه يا كابتن، ان في واحد يعمل كذا، طبعًا. اثنين كذا، ثلاثه كذا. طبعا 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 بيبقى فيه. حتى في الكرات الثابته هو عنده تكتيك بيعمله. طيب اعتقد الفريقين كتاب مفتوح كل واحد فيهم كتاب مفتوح للتاني. اهم نقاط القوه والضعف اللي موجوده في الوداد من وجهه نظرك مثلا، يعني من بعيدا عن يعني طبعا انا شايف ان السرعات بتاعه خط الظهر بتاعته الوداد، الوداد مش احنا عندنا لعيبتنا اسرع. التمركز عندهم مشكله في التمركزات بتاعتهم في الجناب ولا في الوسط، في خط الظهر كله، سواء في الجناب. شوف الجول الثاني، اوكي، الباص من محمد هاني في العمق في ظهر الباك رايت، وحسين طلع غلط، وحسين الشحات عمل السبرنت بتاعه. وحسين الشحات ما هوش اللعيب السريع قوي، لا، انما التايمنج بتاع الجري بتاعه هايل، وخاصه في التلت الاخراني. يعني حسين الشحات بالظبط، حسين الشحات خطورته كلها
في التلت الاخراني لما لما يستلم في التلت الاخراني مش لما يجي بنص بالكره من نص الملعب لغايه ما يوصل ال 18، لا خطورته بتبقى هناك في الحته دي. فاحنا الجون الاولاني اللي عمله اتضرب بالظبط كده، وضربه الجزاء اللي هو اللي هي ليه نفس الموضوع صح، والجوال اللي جابها قبل كده لما تيجي تتفرج عليه هو استامبا. فدي قدره حسين الشحات ودي خطورته، وده جاي من التمرين وده جاي من التكتيك اللي اتعمل والتكرار اللي اتعمل.